إلى آخر الأخبار والتطورات في ملف كورونا، والبداية من السعودية، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل أكثر من 3000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 223,000 حالة. كما تم تسجيل 3046 حالة تعافي جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى أكثر من 161,000 حالة شفاء. أما فيما يتعلق بالوفيات فتم تسجيل 41 حالة، ليرتفع العدد إلى أكثر من 2000 حالة وفاة.